نحن الآن في مدينة إدلب وتحديدا في حي القصور من أمام مبنى المحافظة تماما. انفجرت هنا سيارة مفخخة بحسب المصادر الأمنية في المدينة، سببت أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. كما نشاهد الآن بعدسة الكاميرا هذا المكان الذي انفجرت به السيارة المفخخة مخلفة أضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. نشاهد هنا حجم الدمار الحاصل في الأبنية السكنية جراء تعرضها لأضرار كبيرة من انفجار هذه السيارة في هذا الحي السكني. والله المشفى صراحة تأذى كثير، يعني كان في أضرار كثير كبيرة، أضرار مادية، خزن الأدوية، دمار، حتى بالعيادات الخارجية في دمار غرف وأحجار، يعني أبواب شبابيك ما ضل شيء، يعني صراحة يعني دمار هائل. العيادات الخارجية خرجت عن الخدمة، قسم الأطفال خرج عن الخدمة، يعني حاليا قسم الإسعاف شغال، قسم العمليات شغال، ولكن يعني في دمار جزئي. يعني نحن موظفين عاملين في الشؤون الاجتماعي، قاعدين ما سمعنا إلا صار هالانفجار، طلعنا نركض برا المديرية فشفنا ناس جرحى وفي ناس شهداء، يعني سألنا شو في شو القصة، قال يا أخي تفجير، فالناس بتقول سيارة، ناس ما حد بيعرف، دمار كبير وخربان الدنيا وما بنعرف، والله يلطف. أضرار كبيرة تعرضت لها العيادات الداخلية التخصصية في محافظة إدلب جراء انفجار سيارة مفخخة بحسب المصادر الأمنية. بحسب فرق الدفاع المدني أيضا والطواقم الإسعافية 7 شهداء حتى اللحظة و25 جريحا، ومن المرجح كثيرا ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من ذلك. أنس الريسي، أورينت نيوز، مدينة إدلب.